القرار ما جاش يعني على كار ك رد على نتيجه الحبس، ماشي غير خسرنا جبنا على المدرب. حنا لاحظنا بان هذه depuis plusieurs semaines باش ما نقولش depuis plusieurs mois كاينه واحد كاينه واحد لامبيونس واحد واحد لو مانك دو كومونيكاسيون واحد لو مانك دو ديناميزم في الجروب داكور وتبيننا بان الجروب ما غاديش في الاتجاه الصحيح بالاخص هذه المشاكل الاخيره اللي شفناها هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه المكونات ديال النادي ما كانتش كتخدم بصفه يعني افيكاس داكور كاين لا ديريكت كاين لا ديريكسيون سبورتيف كاين بيان سور لو ستاف لو ستاف تكنيك براسو داكور بالمكونات ديالو لاحظنا بان ديجا او سان دو ستاف تكنيك ما كاينش واحد يعني واحد لونيتي دو بوان دو فهمتي ماشي رؤيه وحده. من بعد كاينه لا ديريكسيون سبورتيف من بعد كاين لا ديريكسيون ميديكال يعني كانت نسيك شويه ناقص ولا لا كورديناسيون شويه ناقصه ولهذا تبان بان كانوا مشاكل وبداو كيبانوا المشاكل داكور دونك اضطرينا باش ناخذوا واحد القرار باش نحاولوا نصلحوا لا سيتواسيون. المكتب خلق زعما دار عده اجتماعات باش يحاول يقاد الامور غير اخيرا الوغ كان المشكل اللي وقع بين الكوتش والسي سفري ومن بعد تقاد المشكل من بعد تدخلات عديده اللي قمنا بها الى اخره من بعد بين اللعابه وبين الكوتش فهمتي بين الكوتش ولا ديريكسيون سبورتيف والمديريه الرياضيه وهذا الشيء ما خلاناش نمشيو بواحد الطريق الصحيح اللي بغينا ودونك في الاخر اضطرينا باش ناخذوا هذا القرار هذا باش نحاولوا نصلحوا الامور بحال اللي عرفتي عندنا دابا ماتش كل ثلاث ايام وما يمكنناش يكون تكون لا كومونيكاسيون ما مزياناش ويكونوا اللعابه ماشي في واحد يعني في واحد لي كونديسيون اوبتيمال ايديال باش يعطيو وتكون واحد السيوليه في لا كومونيكاسيون في الهضره وفي لا كوردينياسيون باش الامور تمشي ميسره. السؤال ديالي واش زعما هادشي ما كانش يتصلح ويبقى كاريدو وكان عندنا الامل باش نصلحوا الامور كون بقينا غاديين بحال اللي كنا غاديين هذه نقول لك بليزيور سيمين باش كنحاولوا نقدوا الاوضاع وكنحاولوا نقدوا وكنحاولوا نصوبوا الى اخره وانما بينا بان راه يمكن غنمشيو اكسس فاكسس وحنا كنشوفوا بعيد ما كنشوفوش غير النتائج ديال غدا ولا ديال هذا الماتش ولا خصنا لا كوهيزيون والتنسيق والامبيونس اللعابات زعما والجروب وجميع المكونات يعني يكون العمل يد في اليد ويكون كل واحد في نطاق الالتزامات ديالو نمشيو يعني بصفه منتظمه وهذا النظام وهذا الانتظام ما كانش يعني وصلنا لا كونفيكسيون ما غنقدروش نوصلوا له. وبخصوص زعما المرحله المقبله كاين شي مدرب اللي دابا خدا معاه حنا دابا خدينا هذا القرار حيت عندنا دي ماتش امبورتون جدا وشفنا بان لي شوا اللي داروا بلا ما ندخلوا في التفاصيل ديال الماتش اللي فات راك شفتي الماتش كانوا لي شوا اللي ما تفهموش وحيت حينا كنكتب باش نقدوا الامور بين المدرب واللعابه وهو مشى في واحد لي شوا ديالو اللي خاصين به حنا خفنا هذا الشيء يبقى يتأزم اكثر فاكثر دونك عليه هذا خدينا هذا القرار. الوغ بيان سور سي فري مع السي حمد العينين واللي كانوا ديجا في الطاقم زدنا عليهم بريباراتور فيزيك جيمي زدنا عليهم مشعل مباركي باش يدبروا الامور حتى يجي حنا في نفس الوقت كنقلبوا على شي اونترينور حتى يجي شي اونترينور اللي غيمكن له يلتحق بهذه المجموعه هذه باش يكملوا الخدمه.